ينضم إلينا عبر الهاتف من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المنصة السوري لحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا. حسب ما قلتم وأعلنتم بالبيان، هل ممكن أن نقف على الحصيلة بداية، الحصيلة البشرية، أن كان هناك أي جديد فيما يتعلق بالقتلى؟ ما وضع الجرحى؟ شهيدا مدنيا سوريا وليسوا من المقاتلين، بينهم نصفهم من الاطفال تقريبا نتيجه قصف من قبل طائرات حربيه، بعضها مؤكد انه تابع للنظام، والطائره التي ارتكبت المجزره في عربين ليل امس الاول يرجح بانها طائره روسيه القت 8 صواريخ على مدينه عربين. لذلك نقول بان روسيا بالاساس هي الطرف الاساسي في الاتفاق، تنفي ان يكون هناك غارات جوية على الغوطة الشرقية، ونحن نؤكد وغيرنا يؤكد ويوثق بأن هناك غارات من طائرات حربية استهدفت الغوطة الشرقية، والأكثر من ذلك بأن هناك غارة اليوم استهدفت منطقة لا يسيطر عليها فيلق الرحمن، بل يسيطر عليها الجيش الإسلام الذي التقى ممثل عنه مع الجنرال من ما يعرف الآن مركز حميميم في جنيف، ومع السفير الروسي في جنيف التقوا في عندما كان هناك مفاوضات جنيف، والتقوا لاحقا في القاهرة. أن حتى أي منطقة، يعني كل المناطق التي نتحدث عنها هل ممكن أن نعرفها؟ عربين، زملكا، عين ترما، أوتايا، كل هذه المناطق تعرضت لغارات من طائرات حربية تابعة أما للنظام السوري أو للنظام الروسي حقيقة الأمر، الوصي على النظام السوري في سوريا. هذه الغارات أيضا هي يعني اعتقدنا بأن الغارات الأولى التي استهدفت عربين قالوا بأنها نتيجة استهداف هيئة فتح الشام دبابة تابعة لقوات النظام. لاحقا الغارات التي استهدفت أيضا عربين واستهدفت عين ترما واستهدفت والقصف الذي استهدف زملكا وأوتايا، هل أيضا هناك تدمير دبابات تابعة للنظام؟ هي فقط مجرد ذرائع من قبل روسيا والنظام لاستمرار الضغط على فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لتحسين التفاوض وتحصيل مكاسب أكثر من الأطراف المسيطرة على الغوطة الشرقية. وأيضا قالوا بأن هناك مساعدات دخلت إلى دوما وقاموا بتوزيع 3 شاحنات عند أطراف مخيم الوافدين الخاضع لسيطرة النظام، وشاهدنا حمام السلام الضباط الروس والعساكر الروس وهم يوزعون هذه المساعدات على الأطفال بالتزامن مع قتلهم وارتكابهم مجزرة في ريف الرقة الشرقي وقتلهم أكثر من 19 مدنيا في ذات اليوم. لذلك نقول بأن الصور والفيديوهات ونشر حمام السلام بالتزامن مع القتل، هذا الأمر يجب أن يكشف ويفضح. يعني من العار أن يقوم بهذه الوساطة الروسية ونقول بأن روسيا تدعو السلام في سوريا بالتزامن مع قتلها مدنيين سوريين في منطقة جغرافية أخرى من الأراضي السورية. بالمرصد تتابعون دائما تطورات أي ضحايا، صحيح؟ هل من جديد فيما يتعلق بالقتلى؟ تحدثنا عن إصابة قتل طفل والإصابات 55 بين قتلى وجرحى، هل نعرف شيئا عن حالتهم؟ نعم، طفلة وليست طفل، طفلة سورية استشهدت اليوم في منطقة خاضعة لجيش الإسلام في الغوطة الشرقية، الجرحى بعضهم بحالات حرجة، لكن حتى اللحظة عدد الشهداء منذ أمس يوم أمس الأول وإلى الآن 11 أو 13 عفوا شهيدا مدنيا، 4 يوم أمس و8 يوم أمس الأول، واليوم شهيدة 13 شهيدا مدنيا نتيجة القصف من قبل طائرات النظام السوري، وقلنا قد تكون أيضا طائرة روسية هي التي شاركت بمجزرة أو هي التي نفذت مجزرة عربين. يعني 55 خلال يومين مع الجرحى. مع الجرحى نعم 55 نعم. شهيد وجريح، وهذا رقم كبير إذا ما تحدثت عن مناطق تخفيف العمليات. طبعا هو بكل الحالات مفروض والجرحى أنه رقم كبير جدا، هناك عدم تخفيف. نعم، أنا أشكرك من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.